إذا أذكر بأن فريق الوكر يكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 21. كرة خطيرة وحارس المرمى ما يتمكن منها وحكم شوف 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 الروح الرياضية الرائعة من اللاعب، بدلا من يسدد الكرة إلى المرمى لعبها برا الملعب أحمد حديد. يقابل المدرب والكل بالتصفيق، هذه الروح الرياضية العالية، هذه الروح الرياضية العالية، يلعب الكرة يعني شاهد الحارس متعرض للإصابة، شوف المحاولة من جديد، خروج من الحارس، ارتطام مع علي حسين رحيمة وسعود الخاطر بالسلامة إن شاء الله، سعود الخاطر والكرة الآن إلى رمية التماس بالسلامة إن شاء الله لسعود الخاطر. إذن أحمد حديد ينال رضا وتصفيق الجماهير على الروح الرياضية العالية اللي حملها بدلا من يسدد إلى داخل الشباك، ويعني هي مع ذلك الحكم المفروض يوقف المباراة بسبب إصابة الحارس. إذن سعود الخاطر وهذا أحمد حديد، لعب للاتحاد السعودي، لعب لأم صلال، لعب للطليعة العماني، 15 مباراة خرج في 3 مباريات فقط،